Hereditary Liptocytosis نوع آخر من أنواع الـ Hereditary Membrane Defects سيميلر للـ Hereditary Cytocytosis clinically and laboratory كل حاجة تقريبا قريبة جدا من الـ Hereditary اللي شرحناها بالتفصيل ما عدا وجود الخلية الكاراتريستك اللي هي اوفالوسايت أو الـ وغالبا بتكون برضو الحالة مايندر يعني بيكون إيه اخف من حالات الهيريديتري سيروسيتوس